شاك في التشويق. من امس مشعل والله ابو يا لباك ابدك يا ابو سعود يا علوم كلها طيبه اي والله طيب. اذا تحكي عن الثقه بالنفس باختصار، الانسان بلا ثقه عادل ما بيقدر يخرج للعالم الخارجي ابدا بتاتا. عادل عشت. بلا ثقه انت ما تقدر تخرج للعالم الخارجي. باختصار باختصار انا اقول ثقتك هي اساس نجاحك. اذا وثقت في نفسك بتقدر تكمل نجاحاتك، اذا ما قدرت تثق في نفسك فحاول انك تطور من نفسك. ما اقول هي بدايه خساره او فشل لك، لا، هي بدايه نجاحاتك الاخرى بمحاوله تطويرك لنفسك. يا سلام يا سلام، بيض الله وجهك ابو سعود. محمد لبيك مش تحتاج دقائق عشان نكون مبدع.